إن إسرائيل تشهد احتجاجات حاشدة قد تصل إلى حرب أهلية. الوضع في دولة الاحتلال في غاية السوء. هذه الأزمة لم تشهدها إسرائيل منذ 40 عاماً. وأمريكا تعرب عن قلقها من عواقب ما يحدث. مظاهرات وصدامات كبيرة في دولة الاحتلال، ومسؤولون سابقون يعبرون عن قلقهم من انفلات الأوضاع والأمن في دولة الاحتلال. إغلاق المدارس والجامعات، وتوقف المطارات والموانئ والمؤسسات عن العمل، وإضراب عام يجتاح البلاد، والمعارضة تحذر من انهيار البلاد وتقول إن رئيس الحكومة نتنياهو يهدد الأمن القومي ويشكل خطراً على أمن إسرائيل، وتقول أن نتنياهو مصمم على إلقاء إسرائيل في الهاوية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن محتجين اخترقوا حواجز حول منزل نتنياهو في القدس، وأن الشرطة استخدمت مدافع المياه لإبعادهم. ونقلت صحيفة هرتس عن مسؤول كبير في الشرطة أن الشرطة فقدت السيطرة على الاحتجاجات في إسرائيل. إسرائيل تنتفض الآن وكأنها بداية ربيع عربي جديد، ولكن هذه المرة يحدث في بلاد صهيون. يا ترى ماذا يحدث في إسرائيل الآن؟ هيا بنا نرى الفيديو. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الصلاة على النبي والإعجاب بالفيديو. أظهرت الكاميرات آلاف المتظاهرين يتجمعون في محيط الكنيست في القدس، رافضين العودة لمنازلهم حتى تتم إقالة الحكومة، ورفضاً للتعديلات القضائية. والأمن يدفع بالتعزيزات للسيطرة على الموقف. ومسؤول الأمن الإسرائيلي يقول يبدو أن الوضع خطير للغاية، نطلب من الجميع الهدوء من أجل أمن إسرائيل. وفي تل أبيب أغلقت حشود من المحتجين الطريق السريع الرئيسية في المدينة، وأشعل متظاهرون النار وسط الطريق. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أحد قادة الاحتجاجات إن إغلاق الطرق مستمر حتى إقالة الحكومة. تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في المدن الرئيسية محتجين على إقالة بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع الإسرائيلي من منصبه. وأغلق المحتجون الطرق الرئيسية الرابطة بين أحياء تل أبيب والطريق الرابط بينها وبين القدس. ونزل ألوف المحتجين إلى الشوارع في تل أبيب والقدس وحيفا ومدن أخرى فور الإعلان عن عزل وزير الدفاع، وذلك عقب دعوته الحكومة لتجميد خطتها لتعديل النظام القضائي الذي أثار انقساماً كبيراً بين الإسرائيليين. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مفوض الشرطة وجه بزيادة التعزيزات في جميع أنحاء إسرائيل، وحذر بنبرة قوية إن الشرطة ستعتقل كل من يتورط في عنف شديد وتخريب للبلاد. وأضاف مفوض الشرطة أن السلطات تسمح بالحق الديمقراطي في الاحتجاج، لكنها لن تسمح بالاضطرابات العامة والإضرار برموز الحكومة. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المفتش العام للجيش سيعقد اجتماعاً لبحث الآثار الأمنية لإقالة وزير الدفاع وعواقب هذا على إسرائيل. المعارضة تحذر إن نتنياهو تجاوز الخط الأحمر، كما أن أمن إسرائيل لا يمكن أن يكون ورقة في اللعبة السياسية. ودعت قطاعات الجامعات والأطباء ونقابة العمال إلى إضراب عام، وأمرت الجميع عدم الذهاب للعمل حتى تسقط الحكومة، في حين حذر مسؤولون أمنيون من أن الانقسام الذي يعصف بالمجتمع والجيش سيتعمق بعد إقالة وزير الدفاع. كما دعا قادة في الائتلاف الحاكم نتنياهو للتراجع عن التعديلات القضائية التي تحصنه من المساءلة، لأن هذا سيجعله ديكتاتور كبير. وذلك جاء في نفس الوقت الذي حذر فيه زعماء المعارضة الإسرائيلية من خطر انهيار الدولة. وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية إن إقالة وزير الدفاع خطوة جديدة تمس الأمن القومي من حكومة معادية للصهيونية، واصفاً رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالخطر على أمن دولة الاحتلال. ومع تصاعد الاحتجاجات واتساع رقعتها، أفادت مراسلة الجزيرة بأن لجنة القانون والدستور في البرلمان الإسرائيلي قد ألغت مداولات الليلة للتصويت على التعديلات القضائية. يبدو أن نتنياهو سيكون في مأزق آخر إذا استجاب لمطالب المحتجين، فقد ذكرت القناة الإسرائيلية نفسها أن وزير العدل يهدد بالاستقالة إذا قرر رئيس الوزراء تعليق التعديلات القضائية. وقد خرجت مظاهرات متكررة في الأسابيع الماضية رفضاً لخطة تعديل النظام القضائي.
لكن الاحتجاجات اتخذت أبعاداً جديدة بعد قرار نتنياهو إقالة وزير الدفاع ووعيده لمن وصفهم بالمتمردين على الحكم. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مسؤولين ورؤساء بلديات أعلنوا أنهم سيبدأون اليوم إضراباً عن الطعام أمام مكتب نتنياهو. يحاول الأمن بكل الطرق إبعاد المتظاهرين والمحتجين عن منزل رئيس الحكومة ولكن دون جدوى. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الشرطة فقدت السيطرة تماماً على المظاهرة التي تجري وسط تل أبيب بعد إقالة وزير الدفاع. وفي إطار التحركات الاحتجاجية، قررت الجامعات الإسرائيلية تعطيل الدراسة اليوم. من جانب آخر، نقل عن رئيس اتحاد نقابات العمال الإسرائيلية أن الاتحاد سيعلن إغلاقاً كاملاً للاقتصاد رداً على قرار نتنياهو. شدد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على ضرورة إقرار التعديلات القضائية وإنجازها في أسرع وقت ممكن، وقال إنه يجب ألا نستسلم للفوضى التي تؤدي بإسرائيل إلى الهاوية. وفي السياق ذاته، رفض حزب الصهيونية الدينية وقف التعديلات القضائية، واعتبر ذلك رضوخاً للفوضويين على حد تعبيره. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن كبار المسؤولين بالائتلاف الحاكم حثوا نتنياهو على التراجع عن القرار، ولكن حتى الآن لم يستجد شيء بخصوص التراجع عن القرار. وأصدر البيت الأبيض بياناً أعرب فيه عن القلق البالغ بشأن التطورات في إسرائيل. وجاء في البيان: كانت القيم الديمقراطية دائماً ويجب أن تظل السمة المميزة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضاف أن التغييرات الجوهرية في النظام الديمقراطي يجب متابعتها بأوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي. وحث البيت الأبيض قادة الحكومة الإسرائيلية على إيجاد حل وسط في أسرع وقت، مؤكداً أن الدعم الأمريكي لأمن إسرائيل وديمقراطيتها يظل دائماً اهتمامها الأول. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سوف يلقي اليوم كلمة للأمة في أعقاب اندلاع احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء إسرائيل بعد إقالة وزير الدفاع. لذلك سوف نشهد الأيام القادمة فوضاً عارمة في إسرائيل إن لم يتراجع نتنياهو عن إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي. ما رأيك عزيزي المشاهد؟ هل سينتقل الربيع العربي إلى دولة إسرائيل؟ أم أنها فترة وتعود الأوضاع كما كانت؟ ننتظر رأيك في التعليقات. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا.